رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين هرك سعيد ومستمرين مع بعض في فقراتنا، وصلنا لفقرة هامة جدا الحقيقة ورياضية جدا جدا لكل محبي الرياضة ومتابعي الرياضة أيضا. امبارح قام اتحاد التنس برئاسة إسراء السنهوري رئيس اتحاد نادي الجزيرة لفوزه بدرع الدوري العام السنة دي، وده حضر فيه 500 لاعب ولاعبة، وطبعا دول بيمثلوا 10 أندية بالدوري الممتاز، 12 نادي بالدرجة الأولى، في حضور مجلس إدارة نادي الجزيرة وأيضا مجلس إدارة اتحاد التنس بكامل هيئته. طيب النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بتفاصيل كتير جدا تخص البطولات نادي الجزيرة وأهم رياضات اللي حصلت على الجوائز من قريب وكمان متقدمة مع النادي. خلينا نتكلم النهاردة في الموضوع ده ونفتح الملف ده مع ضيفنا الموجود معانا النهاردة في الاستوديو، وهو سيادة اللواء عاصم عباس، وهو أمين صندوق نادي الجزيرة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة. صباح الخير يا فندم. صباح النور. في الاول احب اقول لحضرتك الف مبروك على الدرع الدوري السنه دي، وطبعا على انه النادي ما شاء الله يعني نشاط غير عادي في جميع الرياضات ومراكز متقدمه جدا جدا، فشابوه على المجهود العظيم اللي بيقوم بيه نادي الجزيره. وخليني في الاول اعرف منك ونتكلم عن فوز نادي الجزيره بالدرع الدوري السنه دي في بطوله التنس. أنا بتشكر لك جدا على المقدمة الجميلة دي، حقيقي مجلس الإدارة مهتم جدا بالارتقاء بمستوى الرياضة في لعبات مختلفة، لأنه هدفنا إن أبنائنا يمارسوا رياضة ويحققوا فيها إنجازات. ومن صحيح. فضل الله إنه امبارح كان في عرس كبير رياضي عندنا استضفناه عشان نوزع جوائز الدوري الممتاز للعبة التنس في نادي الجزيرة. كان ايفنت كبير يا فندم. كان ايفنت كبير حوالي 500 شخص ما بين لعيبه واهالي للعيبه في كل الانديه اللي اشتركت في الدوري الممتاز. خلينا كده نتعرف من حضرتك الاسماء المتميزه في لعبه التنس بنادي الجزيره واللي كان العرس او الايفنت معمول امبارح على شرفهم. هقول حاجه على حاجه، المنتخب بتاع مصر 4 لعيبه، احنا عندنا منهم 3، كريم حسام والشريف صبري وكريم مأمون. منتخب مصر هم 4 وحضراتكم عندكم 3 لعيبه من نادي الجزيره ما شاء الله. فضلا جداً انه عندنا يوسف حسام ال17 على العالم في الناشئين، وبيلعب حاليا دلوقتي في البطوله الكبرى في استراليا. هايل على مستوى العالم. الصوره يا فندم اللي معانا على الهوا دي كانت امبارح مظبوط كده بالظبط. بعد ما وزعنا الجوائز انا الحقيقه حرصت انه مجلس الإدارة يتصور مع ولادنا اللي أنجزوا وحققوا الإنجاز، وإحنا لسه هنعمل لهم احتفال منفرد في النادي عشان نوزع عليهم جوائز الفوز. أكيد أكيد الاحتفالات اللي من النوع ده يا فندم بتدي دعم كبير قوي ليهم، بتحسسهم إن هم عندهم اللي بيقدرهم وعندهم اللي بيقول لهم إحنا وراكم وعايزينكم تكونوا الأفضل على العالم كله، بالرغم إنه يعني الرياضات دي مهملة إعلامياً والإضاءة عليها ضعيفة جداً جداً. بس خلينا نتفق هم يستحقوا هذا التكريم، انهم اجتهدوا وعملوا انجاز كبير، 3 مرات بياخدوا بطوله الدوري الممتاز، فبقى من حقهم انه يجيبوا لنا في النادي الدرع بتاع الدوري بتاع التنس. طبعا بالتالي من حقهم يتكرموا، من حقهم ان احنا نقف جنبهم ونسعى بيهم ونفرح بيهم دايما يعني. اكيد طبعا شابوه ليهم جدا، وان شاء الله دايما على طول نادي الجزيره يحتفل كده باولاده اللي دايما مشرفين مصر مش ده. أنا بس عاوز النادي على حاجه كمان كده، لان هو بيلعبوا في منتخبات بالظبط بيشرفوا مصر مش بس النادي بالظبط. احنا عندنا 10 لعيبه كانوا في اخر 10 سنين بيمثلوا دايما مصر في كل البطولات، وكان بياخدوا الدوري الممتاز في مصر على طول. 8 منهم كمان من الرياضات اللي النادي محقق فيها مراكز كويسه قوي السباحه. السباحه طبعا صحيح. كلمنا عن اهم المراكز اللي حققها النادي بقى في رياضه السباحه على مدار مثلا السنين القليله اللي فاتت. مثلا فريده عثمان الخامسة على العالم والاولى على افريقيا، جابت لنا السنه دي ما شاء الله الجائزه الكبيره. عظيم. وعملنا لها برضو احتفال كان في شهر يونيو، وكان كل النادي بيحتفل، ما هو ده انتصار للنادي كله. او معانا صوره فريده على الهواء مع طبعا المنتخب بالزبط. او ده ايه الفريق نسميه الفريق ما شاء الله جميل جدا يا فندم. والسباحه التوقيعيه برضو انا عندي كده ارقام
الحقيقة ما شاء الله نادي الجزيرة بيضم عندنا أربع لاعبات، أربع لعيبات أربع لاعبات منهم اتنين توأم، ندى ونهال نبيل، اتنين توأم من أيوة. الأربعة، إنجازاتهم كبيرة جدا وجوائزهم على طول متقدمة أوي الحقيقة. بس خليني ألفت نظر المشاهدين لحاجة، إن المنتخب أصلا 6 لاعبين بالظبط، وأربعة أربعة منهم منهم من نادي من الجزيرة. مظبوط كده. ما هو الحقيقة عايز أقول لسيادتك على حاجة، إحنا في لعبات معينة النادي حريص على إنه يحقق فيها إنجاز مستمر لأنه طول عمره، يعني مثلا على سبيل المثال أول بطولة تنس اتعملت في مصر سنة 1903 كانت في نادي الجزيرة. يعني أكثر من 100 سنة. نادي الجزيرة له تاريخ طويل يعني. بالزبط. نادي بالزبط. عريق يعني. فعلا هو يعتبر أقدم نادي في مصر، ومش عاوز أزود بقول أقدم نادي في الشرق الأوسط. لا طبعا نادي الجزيرة يعني مش محتاج انه حد يقعد يزايد زي ما حضرتك بتتكلم، لا هو فعلا نادي عريق وقديم وعنده تاريخ طويل جدا جدا جدا. الاسكواش كمان من الرياضات المهمه في نادي الجزيره، طبعا وحقق مراكز طبعا كويسه جدا جدا، طبعا اتكلمنا طبعا عنها وعن اهم الناس طبعا اللي عامله فيها مراكز كويسه. الاسكواش احنا بحقق فيه انجازات، وخدنا بطوله مصر السنه دي، السنه دي انعقدتنا البطوله، و باللاعب بقى باللاعبه امنيه بالظبط أمنية عبد القوي ثالث العالم. ثالث العالم. اوكي. مش عاوزين ننسى الخماسي الحديث. تمام. عندنا هايدي عادل نمرة 2 على مستوى العالم. يا سلام. ومرشحة إن شاء الله بإذن الله رايحة ريو دي جانيرو. واو. بإذن الله. واو ده احنا لازم من نعمل لها لازم نعمل لها بقى حلقة ايفنت فعلا بقى او عندكم إن نعمل شاء لها الله اي بإذن حاجة الله. إعلامية كده بإذن الله. نعرف بإذن الناس الله. ونعرف ان المصريين عندهم بطولات وعندنا اولاد مبدعين ومسافرين لنا ريو دي جانيرو ويرجعوا لنا ببطولات وبكؤوس كبيره ان شاء الله باذن الله. عايزين نقول لحضرتك حاجه، انه في مصر بس يمكن احنا او في الوطن العربي احنا بنحب الكوره قوي، مركزين مع كره القدم جدا بالزبط. جدا، لكن بره او خارجيا او عالميا في توازن، في توازن، في البالانس ده بالزبط. فعلا التوازن ده موجود، فاحنا احنا حتى لو بنفتقده الى حد ما، لأن كرة القدم برضو يعني اللعبة الأولى الشعبية على مستوى أيوة. العالم، وانعكاسها في مصر هنا بزيادة شوية، وده جاي على حساب لعبات تانية بنحقق فيها إنجازات لكن بتروح في الزحام. يعني مثلا احنا امبارح من سوء الحظ أو يعني الظروف خلت، وإحنا بنحتفل بتوزيع جوائز التنس كان في نفس الوقت حدث كبير جدا افتتاح بيحصل. بطولة كرة اليد. صحيح. فصدفة انعكاس في وقت واحد، فالتركيز راح ناحية التانية، لكن أنا بتشكر القناة إنها فكرت النهاردة تعوض إن إحنا ما خدناش فرصة امبارح إن نظهر النهاردة ونعلن الموضوع. لا ده هو مش شكر قد ما هو شرف لينا، فأنا عارف ليه هقول لحضرتك ليه. أنا لما بتكلم عن أولاد مصريين بيشرفوا مصر بره في لعبات بيسلط عليها الضوء بكثرة أو بعمق شديد جدا عالميا وخارجيا، فده معناه إن احنا عندنا سفراء من أولادنا موجودين بره بتقول إن مصر فيها رياضة، ومصر متفتحة، مصر مهتمة جدا بالفن وبالرياضة وبالإبداع وعموما. هما خير سفراء لينا. خير سفراء لينا فعلا. بالظبط. خير سفراء لمصر فعلا. أمال إيه يا فندم؟ طيب ليه ده التطوير بقى داخل نادي الجزيره، وعايزين نتعرف على جهود الاداره ومجلس الاداره في نادي الجزيره. والله مجلس الاداره من ساعه ما تولى مسؤوليه النادي حريص جدا على الارتقاء بالمستوى الخدمي في الخدمات اللي بتتقدم في النادي. عندنا اهتمام كبير جدا بالمطاعم وما تقدمه للساده الاعضاء، عندنا اهتمام جدا بتطوير المباني والمرافق في النادي، ماشيين في كذا مشروع في وقت واحد، عندنا الملعب الرئيسي السنتر كورت اللي اتعملت عليه بطولة التنس 1903، مبنى تاريخي قديم كان محتاج نوع من التصميم الترميم والصيانة، احنا رايحين لها وهنبتدي فيها فورا عشان نستعيد فيها بطولات رياضية كانت بتقام زي بطولات التنس وغيرها، وإن شاء الله نعمل بطولة كات ديفيز إن شاء الله في شهر مارس على السنتر كورت بعد ما يكون خلص ترميمه وتجهيزه. عندنا في مطاعم بتعمل لها عملية صيانة وترميم عشان تستعيد كفاءتها بالكامل في الخدمة. كمان. تمام.
عارف يا فندم، عندنا يمكن نادي اهتمام الجزيرة كبير مساحته اليومين دول. مساحة كبيرة قوي، فيعني هل في إنشاءات جديدة هيتم بنائها الفترة القادمة ولا هتكتفوا بس بترميم؟ لا احنا بنكتفي برفع كفاءة المباني الموجودة وزيادة المساحة الخضر زيادة والاهتمام المساحة الخضر. والاهتمام تمام. بالنباتات وبالمساحات الخضراء في النادي، في اهتمام كبير جدا بيها. مع اعمال صيانه كامله لكافه الملاعب اللي الاعضاء حريصين على التواجد فيها من الصباح الباكر لغايه القفل في 11:30. طيب هل اعضاء نادي الجزيره عندهم مطالب معينه وجهوها لحضراتكم الفتره اللي فاتت، ولا يعني ما حصلش ده او حصل ده وفعلا وفعليا حضراتكم ماشيين في والله تطويره الفتره دي؟ هقول لسيادتك على حاجه، احنا عندنا مشكله متعلقه باماكن زار السيارات، عدد انتظار. الاعضاء زاد، بالتالي السيارات استاد الاعضاء عددهم زاد، فعندنا نوع من العجز في توفير اماكن الانتظار، والمجلس بيعمل دراسات مختلفه دلوقتي للاقتراب من المشكله دي والعمل على حلها باذن الله. كويس جدا، والتعاون والتواصل بين حضراتكم داخل مجلس الاداره واضح ان هو على مستوى عالي، لانه في انجازات كتيره بتتم، وده معناه انه في تواصل كبير او اتفاق ما بينكم المجلس يعني. الحمد لله متجانس مع بعضه اولا. نمره اثنين التواصل ما بين اعضاء المجلس والساد اعضاء النادي قائم، واحنا بنسعى للاستجابه لاي طلبات متاحه ننفذها فورا حسب رغبات السادة الأعضاء. لا تمام جدا يا فندم، بس يعني أنا الحقيقة مشكورة جدا على الصور اللي مديتونا بيها النهاردة، حسستونا إن احنا كنا موجودين معاكم في الإيفنت، وفي صورة دلوقتي هتنزل معانا كمان هنشوفها مع بعض على الهوا، بتعبر أو بتورينا شكل الإيفنت امبارح كان عامل إزاي، ولا ده إيه؟ صحيح كده، دي الميداليات اللي فاز بيها بقى وولاد النادي يا فندم؟ بالظبط بالظبط يا فندم، هم دول بالظبط. دي كرة المايه. بالظبط دي كرة كرة الماء. الماء. وده فريق ده الباسكت. فريق الباسكت بول. الباسكت. دول ولادنا اللي كنا بديهم الجوائز امبارح بتوع التنس. ده الأستاذ حسن عمارة مقرر لعبة التنس في النادي. كان بياخد الكاس. ده السادة أعضاء مجلس الإدارة. السادة أعضاء مجلس الإدارة في احتفال من الاحتفالات الاجتماعية اللي كنا عاملينها مناسبة ذكرى 6 أكتوبر، ودعينا السيدة جيهان السادات باعتبارها أنها حرم الزعيم أنور السادات. أيوة صحيح. لا حضراتكم وهنا السيد رئيس مجلس الإدارة المستشار محمد زكي موسى كان بيسلم السيدة جيهان درع النادي، كان بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر. لا بس واضح إن حضراتكم كمان مهتمين بعمل ندوات ثقافية فنية و بتستدعوا فيها فنانين وأدباء وسياسيين أيضا، الحقيقة اللجنة الثقافية عندنا لجنة نشيطة وبيرأسها المستشار عادل عبد الباقي، وبيبذل جهد في توفير تنوع من أنواع المحاضرات والقائمين عليها عشان يغطي كل المناحي بتاع الثقافة. مهتمين كمان إن أنتوا تقدموا مادة ثقافية أو وجبة ثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة او اللي موجودين. لا ده موضوع تاني بقى. النادي مجلس الإدارة بيعتبره ان هو هدف اساسي للاهتمام بابنائنا ونور عينينا متحدي الاعاقه. متحدي الاعاقه. والحقيقه عاملين بطولات في السباحه وفي العاب القوى غير مسبوقه، تكاد يكونوا يعني اكتر نادي على مستوى مصر حقق انجازات معاهم. وبنخليهم يتعاملوا ويتواصلوا مع الآخر في مختلف الاتجاهات. أخذناهم من حوالي شهر وأمضينا يوم بالكامل في مستشفى 57 357. الله. وكان التجاوب ما بين متحدي المرض ومتحدي الإعاقة شيء عاوز يسجل، ما الكلمات ما تعبرش عنه. لا أكيد. لأنه التحدي جوه الإنسان بيطلع طاقات وقدرات، فما التقوا مع بعض كان حاجة جميلة جدا جدا من الأيام الجميلة الواحد قضاها فعلا. يعني أنا سعيدة بوجودك معانا النهاردة سيادة اللواء، إن شاء الله أشوفك قريبا، بطولات أكتر وإنجازات أكتر ومراكز كثيرة إن شاء الله. ميرسي قوي قوي، ألف شكر، شكرا جزيلا، متشكر ليكي والقناة. شكرا. ألف شكر. ميرسي لحضرتك وجودك معانا النهاردة. مشاهدينا كان معانا سيادة اللواء عاصم عباس وهو أمين صندوق نادي الجزيرة والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة.
كلمنا عن انجازات نادي الجزيره في البطولات العديده اللي بيقدمها وفي الرياضات العديده اللي بيهتم بيها واللي بتشرفنا بره مصر، واتمنى ان شاء الله اعلاميا ما تتظلمش ويبقى زيها زي كره القدم كده، لانه في ناس كتير قوي برضو بتحبها وبتحب انها تهتم بيها. نروح لفاصل ونستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد، استنونا.